الفريق كان مستعد من واحد من واحد واحد مع لين شهر 6 لعبنا عدة مباريات ما ظهر الفريق بالمستوى هذا. نحن رابع كأس العالم وهذا وحده إنجاز التي تابعناها في الإكوادور ستشارك في تصفيات آسيا للشباب بالدوحة في أواخر هذا الشهر. صلاح بيعديه وبيعدي صلاح يلا هذه في عرض الملعب صلاح بيلعبها في المرمى هدف المرمى من صلاح عبد اللطيف المرمى هدف من صلاح عبد اللطيف هدف اول منتخبنا الوطني للناشئين وتتواصل انجازات الصغار ويواصل ابطالنا رسم الابتسامات على شفاه الجماهير الكرويه العمانيه المتعطشه للانتصارات وهذا اول مره يعني نحمل الانجاز للسلطنه ونحن فخورين بهذا الانجاز.